كل التحيه ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام الكابتن احمد زكريا والكابتن ممدوح اسماعيل. مليون مبروك زي ما انت قلت عليه عريس الليله وعريس النادي الاهلي كابتن ميدو مصالحي. كابتن ميدو مشوار صعب وبطوله صعبه جدا، ولكن دايما بيبقى رهاننا على شخصيه لعيبه النادي الاهلي، والكابتن احمد زكريا قال لك وقت الحسم شخصيه الماسترز بتظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. اولا الف مبروك لجمهور النادي الاهلي اللي دايما مساندنا في اي وقت، سواء في خساره في مكسب، على طول معانا. بشكرهم جدا. مش عايز اقول لك كميه الرسائل اللي جات لي، ما يهمكوش حاجه في ماتش الجيش، يعني بعد ماتش الجيش الحمد لله انا معايا رجاله بمنتهى الامانه بيعرفوا يعني ايه النادي الاهلي، وعملوا اللي عليهم وزياده في الماتش الاخير دوت، والحمد لله ربنا يعني عملنا مجهود كويس قوي السنه دي. يمكن بقى لنا سنه بنتمرن، موسم كان يعني اعتبر ثقيل شويه، في تاجيلات كتير طبعا مش غصب عن يعني عن الاتحاد من اصابات كورونا يعني، لكن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعني وفقنا وان احنا نحقق الدوري. والف مبروك لجمهور النادي الاهلي. الكابتن هيثم السعيد بيقول لي الكابتن ميدو مصلحي الحراق دايما، يعني من 11 مباراه امام الزمالك ما خسرش الا مباراتين، والمباراتين كانوا تحصيل حاصل. والله الحمد لله ده توفيق من ربنا ومجهود مجهود 15 مباراه كابتن هيثم. 13 مباراة، يعني الواحد ما بيعدش ولا حاجة، بس الحمد لله ده توفيق من ربنا كبير يعني الحمد لله. شفنا النهارده فرحة اللاعبين والتفافهم مع الكابتن ميدو مصلحي، أعتقد فرحة اللاعبين بتدل على الروح اللي ما بينك وما بين اللاعبين النهارده. إخواتي وفيهم أولادي كمان، فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله. شفنا دموع الكابتن ميدو مصلحي في المباراة الأولى مباراة 3-0، النهارده بقى دموع فرح، النهارده السعادة هي عنوان المباراة النهارده. والله الحمد لله لا دموع ولا حاجة، الحمد لله أنا فرحان أوي إن إحنا بنقدر نسعد جمهور النادي الأهلي، يعني الحمد لله بجد والله دي عندي بالدنيا. أنه أصعب مباراة الزمالك وأنت كلاعب ولا وأنت كمدرب؟ وأنا عارف إن أنت كلاعب حققت الكثير من البطولات، تتجاوز ال 50 بطولة. مدير فني صعب جدا، أنت مسؤول عن يعني مسؤول عن فرحة جمهور كامل، فرحة مجلس إدارة، فرحة الناس دي كلها عندي بالدنيا، فأنا لما بتثق عليا المسؤولية دي بيبقى عبء كبير، واللعيبة دي على قد المسؤولية دايما بيكونوا عند حسن الظن إن شاء الله. اعتذرنا عن الاشتراك في البطولة الأفريقية كان ليه تأثير، لكن أنت سريعا تجاوزت هذا الأمر وقلت إن إحنا مش هنغامر بسمعة النادي الأهلي ودايما بنخاف على مصلحة اللاعبين. ده صحيح، أنا ما أقدرش أغامر بسمعة النادي الأهلي، لما أخش بطولة لازم أبقى ضامنها 100%، وكمان ظروف الكورونا كانت في الوقت ده مقفول خالص، والمجلس الاداره خد القرار الصحيح يعني، والحمد لله يعني ان شاء الله نعوضها السنه الجايه، وان شاء الله يعني نشارك البطوله الافريقيه والعربيه كمان ان شاء الله. كابتن هيثم يعني لو عايز توجه سؤال او كلمه سواء حضرتك او الكابتن احمد زكريا او الكابتن ممدوح اسماعيل، لزي ما حضرتك قلت عريس الليله الكابتن ميدو مصلحي، تحب تقول له ايه؟ يعني طبعا بعد الهزيمه اللي في الدور القبل الاخير مع طلائع الجيش، وطبعا يعني تعالت الاصوات والكلام كتر على السوشيال ميديا كيف نجح انه يعزل فرقته عن هذا الكلام. كابتن هيثم بيقول لك يا كابتن ميدو دلوقتي بعد الهزيمه امام طلائع الجيش الكلام كتر على السوشيال ميديا وكان في ضغوط كتير، ازاي قدرت تعزل الفريق وتركز في مباراه الزمالك؟ اول حاجه يعني عشان قلت لهم لازم تغيروا المود بتاعكم خالص، يعني الكلام ده كان اول امبارح، عملت اجتماع معاهم وانا واحنا واقفين على الخط، المود بتاعهم لازم يتغير، الماتش ده كان لم يكن خالص، لان كده كده كنا لازم نكسب الماتش دوت. انا عايز اقول لك كميه التركيز اللي كانوا في الثلاث ايام اللي فاتوا من اللعيبه، عملنا محاضرتين على فرقه نادي الزمالك، مسكنا مفاتيح لعبهم كويس قوي، والحمد لله كان النتيجه اللي انت شايفها كان 3-0 في النهايه الحمد لله. اخيرا كلمه لجماهير النادي الاهلي، كلمه لمجلس اداره النادي الاهلي والكابتن الخطيب، تحب تقول لهم ايه؟ اولا مجلس اداره داعم كبير جدا للنادي الاهلي، ما فيش طلب بطلبه بصراحه كمدير فني لما الحمد لله رب العالمين بيتنفذ عن طريق طبعا كابتن رؤوف اللي بشكره جدا، وبشكر اداره النشاط الرياضي كلها. جمهور النادي الاهلي يعني انا مش عايز اقول لك انا بحبهم قد ايه، مش عايز اقول لك هم ساندين للفرقه دي قد ايه، والحمد لله ان احنا دايما بنبقى عند حسن ظنهم. اشكرك يا كابتن ميدو ودايما في انتصارات. ربنا يخليك. كابتن هيثم ده كان لقانا مع عريس الليله الكابتن ميدو مصلحي بعد فوز النادي الاهلي على فريق الزمالك بثلاثه اشواط مقابل لا شيء. مبروك يا كابتن هيثم، البطوله رقم 33 في الدوري المصري لكره الطايره، دايما بين احضان الجزيره من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام. زميلنا فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا، وده كان لقائنا مع كابتن محمد مصلحي ميدو عقب الفوز.